شعور جميل، شعور وحيد من نوعه، شعور فخر، شعور التزام، شعور تقدير بلحظة لم كن أتوقعها في حياتي العملية، ولكن جاء التقدير لسنوات طويلة من العمل أدأوه. أحب أن أشاركه مع جميع زملائي من علماء، من أطباء، من مهندسين، من مبتكرين، من جميع أفراد العالم العربي. هذا شيء نفتخر به، انطلاقة قوية من سمو الشيخ محمد بن راشد، وأعتقد أن هذه ستحفز جميع العلماء والباحثين لتطوير العلم وقيادة المستقبل، إرجاع ما كنا عليه سابقاً، وإن شاء الله المستقبل سيكون أكبر ومضيء لجميع العالم العربي.